مع إطلالة شهر رمضان المبارك وسعيا للحد من جناح رفع الأسعار في هذه الأيام، قام وزير التجارة خالد الرضان بجولة تفقدية على عدد من الجمعيات التعاونية. بلا شك اليوم احنا دور الوزارة هنا مراقبة الأسعار ومحاربة أي زيادة مصطنعة، وحبينا نقوم بهذه الجولات المختلفة للجمعيات المختلفة لمراقبة عروض الأسعار الذي وافقنا تقديمها وعروض التسويق وعروض الخصومات اللي وافقت وزارة التجارة أعطتها لهذه مجموعة من الجمعيات. وللاطلاع على الإجراءات الحكومية في مكافحة رفع الأسعار، رافق عدد من النواب الوزير الروضاني في جولته. حرصا منا كنواب نمثل الأمة أن نتابع السلع وأسعار السلع في الجمعيات وفي الأسواق، خاصة السلع الأساسية اللي تهم المواطنين في شهر رمضان. نرفض رفضا قاطعا الاستغلال سواء في رمضان أو الأعياد وتحقيق إيرادات فاحشة على حساب المواطنين. هناك كثير من الشركات وأيضا بعض الجمعيات التعاونية تساهم برفع الأسعار، وبالتالي كثير من الأسر ينفذ راتبهم حتى منتصف الشهر. هناك من يستغل بالنسبة للاستغلال التجاري ورفع الأسعار والغش التجاري، يفترض أن تكون هناك مهرجانات حقيقية وليس وهمية. الجولة الحكومية البرلمانية عكست مدى التوافق البرلماني الحكومي في التصدي لظاهرة رفع الأسعار، وعلى نغم التعاون أبرز الجانبان التزامهما في التصدي لأي ظاهرة سلبية في شهر رمضان المبارك.